Welcome to Best Car Fixes. This is Muhammad Harun Idris. Assalamu alaikum wa rahmatullah. معكم محمد هارون إدريس ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. رمضان كريم and every year and we are okay. Today we have this car here. اليوم عندنا السيارة دي يا جماعة. نستعمل الأوتيل. We are going to use hotel to do one all kilos. This is Acura MDX Elco product. دي طبعا Acura MDX صناعة Elco بعض الشركات اللي تسوي الريموتات. طبعا فيها lock unlock وفيها trunk. It has lock unlock and trunk. كل المفاتيح بالشكل ده سواء كان هوندا أو Acura بتتبرمج بنفس الطريقة. All the key like this one here whether it's Acura MDX DX all them the programming is gonna be the same. طيب خلينا نمشي سويا ونبرمج المفتاح. Let us go together and program this one using Hotel 608 and let's go. First أولا نخد المفتاح في الخزنة ونفتح الignition. We open the key, we turn the ignition on. فتحنا الخزنة. Now we are going to not decline. نمشي على الإيموبيلايزر. مش ده طبعا رايت كي باي دمب. ده البرمجه. ده لو عندك ريموت اضافي. ده لو داير تعمل ابديت للجهاز. هير از ديفرنت سوفت وير اور ديفرنت بلاتفورم. يو كان جو وان مور تو جيت انذر بلاتفورم. ممكن تمشي الجنب اليمين تلقى ثاني خط اخر. يو كان جو وان مور يو جيت مورز فيها الاكاديميك. ده البلاتفورم بتاع الاوتيل. احنا نرجع هنا. وي جونا كم هير. نمشي على الايمو. وي جونا جو تو ايمو ونعمل accept. نقبل الشروط. We're gonna accept the conditions. You can go by VIN number. امشي برقم الشاسي. Auto detect. يعني يلقط الجهاز اوتوماتيكيا. وننتظر قليل. And we're gonna wait a little bit. طبعا بيكون اما اكيرا او هوندا. It will be اكيرا or هوندا. وكل الشركة يا جماعة هي شركة واحدة بمختلف التصميم. او يعني اكيرا وهوندا هي نفس السيارات. لكن واحدة نوعية الجودة والثاني كواليتي اللي هو الكمية. طيب ناخد أكيرا. نمشي نشي على الأكيرا وننتظر شوية. نخش على الأكيرا وننتظر. We're gonna wait. هنا يوجد الرقم الشاسي VIN number. قل له نعم. Say yes. بعد بديك التفاصيل. It will give you the details. Before he give you the details ask you is it smart key or blade key. بيسألك هل هو smart ولا هو مفتاح حديد. يعني ده بليد كي. البليد اللي هو زي يعني البليد بيجي من كلمة يعني زي سكين سيف حاجة بيقطع. بليد كي أو سمارت كي اللي هو البصمة الذكية هو تضغط مثلا صباع. سو أنا بختار شنو يا جماعة. What we gonna use. أنا بختار البليد كي. بعد بعطيك السيارة. It will give you the car details. MDX بليد كي رقم الشاسي. نقول شنو صح yes or no. نقول yes. نقول yes. بعدها you have two places. عندك محلين. إما تفحص السيارة كلها أو تمشي للهات فانكشن أسرع. ولو غيرت الكمبيوتر تختار هنا أو لا تقرأ الريموت هنا. It have different way. You wanna do the remote learning. إمو ستاتي control. I'm gonna go this. إمو ستاتي. I wanna be sure that all everything is there. يقول لك ignition on. طبعا بنفحص وهي the security is blinking. هنا طبعا المفتاح بيعمل blinking زي ما شايفين من بعيد. ننتظر الconfiguration. We're gonna wait for setup. يسمى for generation blade. يعني هذا الimmobilizer في generation في اثنين type 1 type 2 type 3 وبتمشي لحد 8 9. نقول له اوكي. اختار. We say okay. We found what is he need. Now establish communication. بيضع خطط التوصيل مع السيارة. شفت فتح باب تاني. بعد بيقرأ. طبعا خلاص فتح المعلومات كله انه في مفتاحين. لا وبيقول هنا ايمو تايب 2. كويس. طيب نبدأ في 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 بيقول لك البتاع ما نورمال مش عارف ليه. طيب خلينا نبدأ في
all keylocks كل المفاتيح ضاعت. ونبدأ بالشغل بسم الله. We gonna start. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين الأخوة الأعزاء. باب الـ communication initialization بدأ في السكسس واحد. نشوف هناك بيحصل شنو. طبعا قال لي أطفي السويتش في خلال 15 دقيقة. turn the key within 15 seconds. turn it on again. أفتحه تاني وننتظر احتمال يدخل في البرمجة. باب الـ blinking fast. طيب هنا غير. بقول البروغرامينج انتهى. دار تبرمج واحدة تانية وقول له يس. خليه يمشي عليهم. turn the key off. افتح الاجنيشن الجديد في خلال 20 ثانية. يظهر انه ما في طريقة للبرمجة. say no. كده كفاية. بقول success كله. لكن دار نشوف ليه اللمبة مش عايز يدخل البرمجة. بقول له اطفي الاجنيشن. ريجنيشن اوكي. بيختلف يعني شويه من السيارات الثانيه. في بعض السيارات بعمل بلينكينج فاستر. سم كار بلينك فاست. تيرن ريجنيشن اوف. لكن دي ظاهره الاولى. تيرن اون اجين بنفس المفتاح. هل اللمبه راح منك؟ از لايت جون. سي يس. اطفي الخزنة. افتح ignition on. ال keys complete. turn ignition off. اعمل اوكي. بلق البرمجة انتهى. اقفل الخزنة. نقول اوكي وجرب. لو بيفتح بيكون في كم مفتاح؟ عندنا مفتاح واحد. طيب انا بدور السيارة بتاعي. بسم الله. I'm gonna start my car. Starting now. Okay, now I have one thing. ماذا تبقى؟ هذا الدور لا تقلق ما شغل. طيب نعمل شنو؟ نجي ندخل هنا نفتح. تضغط واحد اثنين ثري فور. يس. قبل البرمجة. تفتحه. البرمجة انتهى. طيب خلاص. ولو عايز مثلا تعمل ميموري يعني مفتاح مثلا الكرسي. That's another step. But this one is done already. ولكن هذا انتهى. We already programmed it. And this one here it can go for Acura MDX DX. I will put all the details. The same video is going to be for all the car that work on this one. هعمل 10 فيديوهات خمسة نفس الفيديو بعنوان بيختلف لأنه في بعض الناس بيدخلوا بيخطوا سنة معينة. This is for this video will be for almost I'm gonna repeat it with a different address to be specific because some people they put different information. Here is the memory. Like okay, you push like this and then push this one. Now I believe this key is here. It's already done. I take it out. Okay. So now I'm gonna go in. For example, I'm gonna go here. If I move anything, for example, I move the seat. أنا حركت الseat. قفلت الباب. جيت تاني. Okay. أضغطها. شفتها. He just give you exactly where you are. It's very simple. You put the key, you adjust your seat position, and then you turn the key off. Next time when you come, you move the seat. It will put it the place where you want. يعني هي سهلة جدا في البرمجة. تفتح الignition, تدوس الميموري وتضغط وتخط البوزيشن بتاع السيت والدريسكون وبعدك تطفي الignition. خلاص بتبرمج معاك المفتاح. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو تاني. Thank you very much and see you in another video. This is Muhammad Harun Idris. Thank you.